هذا اليوم يوم الخميس 21 من شهر مارس لعام 2024 للميلاد، في انطلاقاتي واندفاعاتي مهرجاني ختامي المرموم التراثي في 9 ايامه. هذا اليوم يختلف عن باقي الايام التي مضت لنبدأ بانطلاقة اشواط سن الكبار وثمانية كيلومترات هي المسافة المقررة من اللجنة العليا المنظمة لهذا السباق. 16 شوطا تنطلق في الفترة المسائية، وفي مقدمتها 8 اشواط للانتاج والمنتجين. على بركة الله وتوفيق ننطلق في هذا المساء مرحبين بكل الحاضرين هنا في ميدان المرموم وكل المتابعين عبر قنوات دبي ريسنج وقناة ياس وقناة الكاس وجميع القنوات الناقلة لهذا الحدث الرياضي الكبير. على بركة الله أعلنت أول الانطلاقات والشوط الخاص بالأبكار الثنايا المحليات الأصايل من فئة الانتاج، نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول والصدارة الأولى. ثروة محمد بن راشد بن حضير من الاكتبي يتقدم على المركز الأول، بينما المركز الثاني الوسمي المطر بخلفان بن مطر الشامسي يقدم لنا بن كنة اسم في الانتاج والمنتجين، بينما النقلة مباشرة إلى المركز الثالث، حيث أجد في ثالث المراكز شواهين سيب بن عيسى بن مطر الفلاحي يتقدم في المركز الثالث. النقلة مع شعار الحميري اللي وصل مع هملولة، سعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري يتقدم ويقدم لنا هملولة اللي خذت المركز الرابع. المركز الخامس هذه هي عتاب مبارك بن هضمان بن مبارك العامري، وصل راعي ظبيان وقدم الى المركز الخامس، بينما المركز السادس العزوم ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي يقدم لنا العزوم، واحدة من الاسماء القوية والعملاقة القادمة في هذه الانطلاقة. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، خذت المركز السادس. المركز السابع غارة سعيد بن ضحيب خليفة الكعبي وصل وخذ المركز السابع، بينما المركز الثامن محنة خليفة بن احمد بن سيفة الرميثي في ثامن المراكز، والمركز التاسع وصول من شواهين القادمة لمحمد بن درويش بن عاطف المزروعي، الله الدخول من شعار بن دري وصلت بهجة سهيل بن سالم بن احمد بن دري الفلاحي يقدم لنا هذه الانطلاقة مشاهدين الاعزاء مع المركز العاشر. هذه العشر المراكز الاولى المتقدمة في هذا الشوط، اول اشواط الكبار واندفاعات سن الثنايا. 8 كيلومترات هي المسافة الحاضرة في هذا المساء وانطلاقة اسبوع سن الكبار. الفلاحي بدأ يغير، الفلاحي يقدم شواهين سيب بن عيسى بن مطر الفلاحي، ولكن الحميري ياتي مع هملولة سعادة مطر بن سعيد بن عبيد. الحميري بدأ يغير الصدارة الاولى، بدأ يغير المركز الاول، تغيير المراكز مبكرا للعزوم قادمة ايضا بدأت تاخذ الموقع المعهود مع العزوم. ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي بدأ يغير المركز الثاني، المركز الثالث هناك شواهين الفلاحي، المركز الرابع تدخلت عتاب مبارك بن هضمان بن مبارك العامري، وصل العامري مع عتاب يتقدم، ولكن شوف الدخول من ايضا الزاوية الاخرى بن دري مع بهجة سهيل بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي، والدخول الاخر هذه محنة خليفة بن احمد بن سيف الرميثي. هذه الست المراكز الاولى المتقدمة، بن حضير من الزاوية الاخرى يتقدم مع ثروة محمد بن راشد بن ضير ملك تبي، بينما الوصول الاخر والدخول على المركز الثامن هذه شواهين محمد بن درويش بن عاطف المزروعي، وصل الكعبي، وصل الكعبي بدأ يتقدم من خلال هذه المنافسة القوية. هذه غارة وشنت الغارة، غارة لسعيد بن ضحيب خليفة الكعبي يصل في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء، بينما هناك ايضا شرايين خالد بن سالم بن ضحي الكعبي من الزاوية الاخرى يتقدم
ولكن أرى أسماء قادمة، أرى أسماء قادمة. وصل بن كنة، وصل بن كنة ليتقدم مع الوسمية. مطر بن خلفان بن مطر بن كنة الشامسي يصل في هذه اللحظات، وأرى شعار العامري قادم مع موجة، موجة لحامد بن محمد بن سالمين. العامري يقدم إنتاجه الفاخر. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصدارة الأولى، أعود إلى المركز الأول ومقدمة الشوط مع هملولة. هملولة على المركز الأول، سعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري يقود هذه الأسماء بهذه النوعية الفريدة. هذه هملولة، هذه هملولة خذت المركز الأول وشعارها يعرف المراكز المتقدمة في مقدمة هذا الشوط. إذن الحميري يتقدم بينما العزوم في المركز الثاني، وبتقدم ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي. وصل بن دري يقدم لنا بهجة، يتقدم سهيل بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي يقدم إنتاجه الجميل والفاخر بالفعل في عالم سباقات الهجن. أيضا وصلت محنة، وصلت محنة اسم خطير وعملاق يذكرنا بتاريخ ماضي. خليفة بن أحمد بن سيف الرميثي يقدم لنا محنة، خذت المركز الرابع. المركز الخامس شواهين محمد بن درويش بن عاطف المزروعي يصل. وصل بن سالمين، وصل بن سالمين خطير للغاية، يقدم موجة، يقدم موجة. بدأت أيضا الأمواج تتلاطم مع موجة حامد بن محمد بن سالمين العامري وصالح بن سالمين احد الخبراء والمتيمين مع هذا الشعار. وصل الفلاحي ابناء ميدان الظفرة القادمين مع شواهين سيف بن عيسى بن مطر. الفلاحي يتقدم مع مجموعة من الشواهين. بدأت في المنافسة القوية، بدأت بالقوة والإثارة في انتصاف المسافة. مشاهدين الاعزاء، متابعين الكرام، القدوم الاخر والوصول، هذه هي شراهين خالد بن سالم بن ضحي الكعبي. بدا ينضم الى القافله الاولى، الى القافله الاماميه. هذه الثمان المراكز الاولى، ما شاء الله. شعار راعي حير وصل، يتقدم في هذه اللحظات ويقدم لنا انطلاقه شواهين. سعيد بن حمد بن حميد راعي حير الدرعي يصل الى المركز التاسع، المركز العاشر. مرحبا بخصة، مرحبا بخصة، ومرحبا بن غريب محمد بن غريب بن راشد الاكتبي يتواجد ويقدم لنا خصة. خذت المركز العاشر، اول نداء، اول نداء لخصة. عودة الى مقدمة الشوط من دري، من دري، من دري. يتقدم سهيل بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي يقدم لنا بهجة على المركز الاول، على الصدارة الاولى، على المقدمة الاولى في اندفاعاتي. هذا الشعار، شعار الشبل يتواجد. سالم بن حمد بن دري الفلاحي يتقدم، والخبرة الكبيرة والدراية الكبيرة في عالم سباقات الهجن. يقدم بن دري لنا بهجة في المركز الأول في مقدمة هذا الشوط. موية وصلت هذه اللحظات، تقدمت هذه اللحظات، وبتقدم موجة حامد بن محمد بن سالمين العامري يصل في هذه اللحظات. مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، بينما الدخول من شواهين سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي وهملوله، هملوله القادمه، ليتقدم سعاده مطر بن سعيد بن عبيد الحميري. راعي حير وصل، يقدم شواهين سعيد بن حمد بن حميد راعي حير الدرعي في هذه اللحظات. ولكن خصه، خصه الخطيره وصلت ايضا، تعرف الموقع الصحيح. ياتي ايضا محمد بن غريب بن راشد الاكتبي، ولكن الله، وصل العرياني، وصل العرياني مع نسيم عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني. هذه نسيم يبغى لها مراقبه، خطيره للغايه وخصه خطيره. والجميع ايضا بداوا يتقدمون في منافسه، ايضا في منافسه، ومع ايضا مويه، مويه على المركز الاول. بن سالمين، بن سالمين، بن سالمين يتقدم مع موجه على المركز الاول، يقدم اندفاعات حامد بن محمد بن سالمين العامري. وصلت خصه، وصل بن غريب، وعاد بن دري مره اخرى مع بهجه. سهيل بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي يتقدم، الفلاحي وصل. الله يا بن غريب، الله يا قائد فيلق الجبيب، يتقدم في هذه اللحظات.
الكرات، نسيم وصلت نسيم، خذت المركز الرابع، يتقدم عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني. الله 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 الله، يا خص على المركز الاول، 2 كيلومترات المتبقي، 2 كيلومترات المتبقي، بدأت تحلو المنافسة وبهجة. ايضا يتقدم سهيل بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي، يقدم لنا بهجة. وصلت نسيم، وصلت نسيم، يتقدم عبد الرحمن، ايضا يتقدم عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني وانتاج الفاخر، بينما موجة على المركز الرابع. وبتقدم ايضا هناك حامد بن محمد من سالمين يتقدم، وصل الكعبي على المركز الخامس مع شرايين. خالد بن سالم بضحي الكعبي يقدم لنا شرايين، ولكن عودة الى مقدمة الشوط، عودة الى المركز الاول. هذه خصة في الصدارة، هذه خصة في المركز الاول. محمد بن راشد بن غريب الكتبي يتقدم مع خصة في المركز الاول، يقدم محمد بن غريب بن راشد الكتبي هذا الاسم. بهجة في المركز الثاني، يتقدم الشبل سهيل بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي، 1400 متر المتقدمة. ايضا في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء، العرياني واصل مع نسيم عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني، يقدم لنا نسيم. الله 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 الله، شوف الوصول، طيارة اليابوني، طيارة اليابوني قادمة مع علي بن سهيل اليابوني الظاهري. هذه الصايلة، هذه الصايلة، أول نداء للصايلة. وصل بن قنزول، وصل بن قنزول ليقدم الوارية. الدحبة بن قنازل يتقدم مع الوارية بن حمرور العامري. يا سلام الغلاف الجوي للكيلومتر الأخير، أحلوت المنافسة. خص المركز الاول وبهجة، خصة لمحمد بن راشد بن غريب الكتبي يتقدم مع خصة في المركز الاول. محمد بن غريب بن راشد الكتبي وبهجة، سهيل بن سالم بن احمد بن دري الفلاحي، نسيم، نسيم عبد الرحمن بن غدير العرياني. وصلت الصايلة، وصلت الصايلة، وصلت الصايلة. اليابوني، اليابوني بن دري، بن دري، الشبل، الشبل، يتقدم سالم، سالم بن دري الفلاحي. الصايلة مع اليابوني، يتقدم علي بن سهيل اليابوني الظاهري. وصلت نسيم عبد الرحمن بن غدير، او عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني، ولكن الصايلة طيارة اليابوني، طيارة اليابوني بدأت تقلع في اجواء المرموم. 400 متر الاخيرة، اليابوني على الصدارة، اليابوني على المركز الاول. ما شاء الله وتبارك الله على هذا الاندفاع الجميل، على هذا الانطلاق المميز في الصدارة الأولى. هذه الصايلة، يتقدم علي بن سهيل اليابوني الظاهري في مقدمة الشوط وفي هذا الأداء المتميز. مشكور يا راشد يا بن سعيد يا الزرعي، أيضا من قدم الصايلة في هذا الانطلاق، افتتاح 8 كيلومترات، واليابوني في المركز الأول. تهانينا والناموس لحظات الوصول مع الصايلة في المركز الأول. المركز الثاني فاجأتنا الوثبة لسالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي. المركز الثالث بهجة لسهيل بن سالم بن حمد بن دري. المركز الرابع نسيم عبد الرحمن بن سيف بن غدي العرياني. المركز الخامس خصة لمحمد بن غريب بن راشد الكتبي. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، نعود والعود أحمد إلى التوقيت الزمني ولحظات الإعادة مع الصايلة. تهانينا لليابوني على هذا الفوز والانتصار، علي بن سهيل اليابوني الظاهري، حيث قطعت مسافة السباق. مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، هنا في 12 دقيقة 29 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار مشاهدينا الأعزاء. بينما المركز الثاني 12 دقيقة 35 ثانية وجزءا واحدا من الثانية الوثبة، من قدمت لسالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي. المركز الثالث وصول بهجة 12:37 وجزئين من الثانية. تهانينا لسهيل بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي. هكذا الأشواط متواصلة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، يتواصل الزميل محمد بن بريك المري.